اللعبه ليش شكلها جي جي وشكلك بتتابع معانا لانه خلاص ما بيدخلك ما عليك احنا نعطيك رؤيه 3 دي نسوي لك تغطيه 5 ستار تغطيه يعني 5 نجوم خلاص انا ضبط بقعد افرم عشان اقدر ابني لي هنا بيس ابى اخلي الرؤيه على زاويه بام عيا يدخلني الله يعينك يا ريان والله لا اعطيك رؤيه عمرك ما شفتها طيب ان شاء الله باذن الله زيد ما دخلك يا زيد الله يعينك يا زيد والله العظيم انك كسرت خاطري والله ما دخلني يا زيد والله زيد والله لا اعطيك رؤيه عمرك ما شفتها ابشر بي والله اني متوتر يا عيال متوتر 100000 ليتس جو يلا يلا 5 4 3 2 1 0 يا شكله مايدس علق الزر عنده علق الزر عند مايدس اروح الوكالة لا يا جماعة مو من جدكم يا مو من جدكم يعلق ايش صاير صار علي اصلح انا ايش صاير ايش فيه لا ما يعلق يا عيال مستحيل كيف يعلق كيف يعلق كيف يعلق يا جماعة والله حرام اقسم بالله حد بقى معاي انت مسكين قاعد معاي ما دخلوك الجيم ما دخلوك الجيم انت لا ما دخلوني الجيم كنا مبسوطين قاعدين نخطط وين نطالع وكيف نشوف واطلع يحق لك تطلع يلعب حجر ورقه مقص زقت معاه بس والله لا خليكم تشوفونه علي يا عيال عوافي خلنا نطالع مع بعض اللي ما شافه يشوفها معنا الحين اوكي والله رؤيتي كانت جامده يا عيال رؤيتي كانت جامده يا عيال صوت هذا الكوره اللي بغرفه مايداس الكوره اللي بغرفته كذاب قاعد يجمع البحر كذاب ابي يرجع الباب ابي يرجع قدر الله ما شاء وفعل تلتد 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 اذنك ورب المصحف ارحب يا ابو خالد انت ليش تبكي بغالدة؟ انا لقيت وخبصت واحسب انه بترجع تلتف هذا انا ما دخلني انا ما دخلني يا ابو خالد علق علي انا شفت قرش قدامي يسبح شفت اشياء تدري انا شو تدري شو تحسب قل لي وش تحسب قل لي وش تحسب ايش تحسب ايش تحسب قل لي ايش تحسب قل لي ايش تحسب ايش تحسب حاسب انك ترجع تلت طلع كذا فوق خلنا نبكي خلنا نبكي يمكن يعيدني اتفل انت بعد علي اتفلك اكثر بالله تفلك ظهر هذا ابو خالد انا بشكي لك عادي عادي يا رفيقي انا بقول لك شيء انا بقول لك شيء انت عرفت اللعبه اللي شفتها القصارين هذيك القرد اللي تقول ان انا المسكين تقول يجنن ايوه سبحان الله انقلبت الايه سبحان الله سبحان الله يعني ايش صرت قرد انا جنن يعني صرت تجنن ابو خالد انت ما تدري ايش سويت يا ابو خالد انت ما ادري ايش صار بالله ايش سويت بذمتك ايش سويت ابو خالد انا مو ما دخلني ابو خالد انا مو ما دخلني ابو خالد انا دخلني اوكي تسمح لي اشرح لك انا بقول لك انا بس انا بس خليني اشرح لك خليني اشرح لك اشرح فضفض والله لا فضفض انا انسان منقهر يا اخي طفيت بثي انا طفيت بثي اي بسمعني انا الحين انت طفيت بثك اوكي انا يا ابو خالد ايش صار انا بقول لك ايش صار انا ايش صار يا ابو خالد انك تطلعين من البث المباشر عشان تفهم قدر ايش انا مقهور انا دخلت الجيم حلو
قعدت اقولهم يا جماعه ما عليكم اللي ما دخلكم اللي ما انتم معي بالجيم انا 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 باذن الله بعطيكم رؤيه وابشروا بالسعد وابشروا بالخير قاعد توسير ايوه قام العدد التنازلي حق الصاروخ يبدا يقل قل وصل 5 دقائق 4 دقائق وصل 3 دقائق تدري كم وصلت مشاهدات البث يا مودي الاسمر في العالم 100,000 مشاهده يا مودي اسوينا يا مودي اسمع وش الغبنة وصلنا دقيقتين دقيقة المشاهدات قاعدة تزيد الرجال متحمسين انا متحمس ردة فعل يوم وصلت دقيقة 5 ثواني 4 قعدت اقول 3 2 1 0 انتظر انا الحين انتظر الصاروخ يطلع الما بيستفيض الاشياء قاعد انتظر الحدث مرت 10 ثواني مرت 20 ثانية 30 ثانية ما حد جاني انا داخل الجيم ما حد جاني انا ما طردني انا داخل الجيم ما حد جاني ليش ما حد جاني ما ضغط الزر ما يداس اللي عندي ما ضغط الزر ما طرت الصواريخ ما حد طلع خلني اواسيك ما قد حضرت حدث الا يطلعني ولا يصير حاجه ولا يصير يعني قرش نفس الجسم البوم هذا اللي قبل شوي وانصرت لك مشكله فهو اجر يا ابو شايع اجر الحمد لله يا ابو خالد حنا ربي لكن شفت كيف يعني سالفتي تهون عن سالفتك انت دخلك انا طرد انا ما خلاني راح عني ونساني قهر راح عني ونساني خلاني انا قلبي والله لا شغل الحين وهزها لين ما يبرد قلبي خلاني نلقبان انا اللي جابك ما هو قلبي خايف ولا عارف حارس تسمعون خلاني راح عني ونساني ولا أدري يقولولي إيش أسوي لها انغبن يا أبو خالد انغبن قعدتك اسمع يا قهر ما أحبه عليكم السلام ولا ادري قولوا لي وش ايش على غفله كيف خليت رقمي كيف خليت رقمي ايش منو بعد دخل الكل واحد ناشر رقمي منو الله ياخذ ان شاء الله قول امين وان شاء الله ياخذك معاه اذا دقيت مره ثانيه قول امين لا والله اسمع عندنا صغار والله ايوه بس ما انا مشغول الحين مشغول انا مقهور يلا مع السلامه وعدق علي مع السلامه حبك ايوه يلا مع السلامه اسيبكم ربي حتى رقمي انت اليوم الاسود عليك اليوم الاسود عليك ابو خال اليوم الاسود عليك اليوم الأسود عليك راح باتل رويال اوكي سمكة قرش ما يداس حي يمتيك تركب سمكة قرش يا عيال هذولي مين رأس العطر يمديك تركب سمكة عادية يمديك تشوي ويمديك تصير خويك وانت في البحر ويمديك تنزلج على البحر وتطير وترميه وتكمل سيدة وتزفرت الأرض وتركز على الهليكوبتر وتتعلق وبعد الطرارة وشتكن جديد وسمك قرش وتطيح وفي سيارة
اللي استخدمت اسكس بي يجيك ببلاش. وسبك قرش ومدينة جديدة. ودوني ود ما ابغى ويف، ما ابغى ويف، ابغى اخش ابغى اخش ابغى اخش ابي اخش. دخلوني دخلوني. يلا 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 يلا. ايوه حلو، هذا سطح المكتب. انا ابغى اشوف الحين باتل باس. اوكي هذا اول ما اشتري سكن، سكن عادي تقليدي. هطف روح. هذا ايش من عندنا؟ مخيسه ما مخيسه مخيسه. عندنا اغنيه ما نبغى نسمعها. اكسات هشوف اكسات. حليل حليل يجي منها. دولفين ما نبغاه. بي بوكس ممتاز. بوصله ما نبغاها. ايوه 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 حليل والله حليل. حق سباحه يعني كذا لعب مع سمك القرش يجي منه. طيب نوعا ما يلبس ويتغير ملابسه. حبيت الموضوع هذا، اتوقع انه يقدر يتطور اكثر. خلونا نشوف مع بعض. نعم يا شباب يقدر يتغير الوانه. عندك الوان ازرق ابيض فاتح بنفسجي انت اللي تحبه. وتقدر ترجع ستيفن مطوع مره اخرى. اوكي رقصة مالها صوت يا جماعة الخير، شكلهم نسوا اللعبة يحطون لها صوت. اي والله رقصة المجانين هذه اسمها رقصة المجانين. اقعد سبع حركات بيدك وحط اغنية من راسك. طيب هنا عندنا هنا فورتنايت طفر وما عندهم شيء يحطون، فحطوا لك مربع. يلا خذ مربع، اذبح واحد سوي مربع. ما ادري ايش يعني مربع بس سوي مربع. هذا سكين تاير 40 والله حليل. هذا يجي من هذا حق معرقين، هذا حق معرقين وحق سلك سلك بيطفش. زي ما انتم شايفين هذا حق هندسة، يهندس لكم الماب مع ماكينة ومع زرادية. طيب هذا وش ذا؟ هذا صقر ما احد يبغاه. هذه زراديات اكس بعد. هذه مظله مظله يا شباب مظله ممتاز. هذا نفس الهطف اللي بالبدايه جابوه مره ثانيه قدام ما نبي. ايش بعد هنا فيه؟ خايسه. هذا قطو لاقينا في الشارع اخذوه فورتنايت حطوه فوق دباب مكسور وحطوا له رجول الي مع يد وسلكونا بسكن كذا من اقرب. خذ سكن تجميعه تجميعه سكن رجل آلي حيوانات مع كفر كفر دباب وعطوك سكن. هذا خلوه تاير 60. تحيه سلام ابراهيم استريحوا الباقين. اللي بعد ايش عندنا؟ يا ربي على ما انطرد من السيرفر. هذه حلوه. ما حد مهتم. ايوه انت مين؟ انت من جماعه انجولا؟ مين بالضبط ما ادري. في فضاء. في فضاء ولا هذه حقه الغوص؟ مو مشكله حياك الله معنا. هذا ايش؟ مخيسه. هذه انا ما ادري ايش الغرض منها بس انا بحطها. هذا سكن 100 يا يال. هذا والله حليل، هذا والله حلو صدقون. وهذا هذا ما حبيته، كانه سكن حق الذيب اللي في سيزن الذيب عرفتوا لي لابس. فهمتوا قصدي؟ مو بلازم تفهموا خلاص. بلعب هذا خلاص، انا اخترت هذا. هذا البث الباس بشكل مختصر سريع جدا كله خايس، لكن اذا حطيت الشيء هذا انت ممتاز والله انت ممتاز. اس اكس بي ممتازين يا شباب. ما في المدن كلها مقفله. انا ابدا بايش ولا اخلي ايش؟ نبغى المواتر وين نحصلها؟ انا احس اني بموت موته في البدايه تنطني. سمك خرش. اي والله هذا هو. هانتنج رايفل رجع، الهانتنج رايفل رجع. تعالي تعالي سمكه. ايوه ايوه تعالي تعالي. ليتس جو ليتس جو. تربو 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 يا عمري. ليتس جو. مروض الاسماك مروض الاسماك. ابو بنك اس اكس بي. ابشروبي ابشروبي. لعبتي يا جماعه لعبتي لعبتي. الله ياخذك. رائد لان بيعينون الموسى. البومب الجديد سبع طلقات. ثلاثة 91 وصل بعيد يا عيالي. تأخر بالطلقة. طلعوا طلعوا الامبير طلعوا الامبير. تشوفون الامبير انا معلق على ار2. طلعوا الامبير طلعوا الامبير. يوصل بعيد الامبير يخليه يسحب نفس اكثر. يعني الحين انا مثلا طب فايت علق على الامبير واطلق. يعني ما تطلق على طول فيه. صدقوني يا جماعة صدقوني. وبيصير صيد اللامات اسهل لان البحر قل والبحر ما بترسم فيه اللاما.
فأكيد إنه بيصير خياس. يب بتوقع إنه بيصير خياس، ما أتوقع بيصير حلو والله. عندي إحساس تقولي إنه ما بيصير حلو مرة. يا أخي أبغى أبعد عن العالم، العالم وينها؟ مو معي أحد. نايس. لا والله إنه معي ناس. خلوني أنزل على راحتي، تكفون. أوه هذه ولينج وود يا جماعة، اندمرت. الله يستر من سمك القرش، وأنا ما أدري وين يرصبي يا جماعة. سنايبر الجديد. كم يدمج؟ 105. نايس والله نايس. لكن سالفة ان سمكة القرش دمها كبير مرة، والله الله يعيننا، ما ادري ايش بسوي. ابى اروح للزوبعة. وين الزوبعة؟ ايوه هذه دوامات تطير. خلنا نشوف. نايس نايس والله نايس. يا جماعة الخير اللي في اليوتيوب الان، انا جالس ابث الموسم والعبه، هذا فقط كذا عرض تشويقي للي صار لي في الحدث واللي صار لي في البث حق اليوم. اتمنى ان المقطع عجبكم البسيط هذا، عوضتكم بمقطعين اليوم لاني ما قدرت اغطي لكم الحدث. شكرا جزيلا، انتبهوا تتابعوني ترى جالس ابث. لا تنسى اللايك والاشتراك، ولا تنسون اذا ودكم تدعموني تستخدمون السكس بي. شكرا لكم، السلام عليكم.